السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. لا تولدن جابر وترش مثل عوايدك، ها متحمم وجاي. ها اوعى وشك يا جابر بشا. لك اهلين بحبيبي، اهلين بتاج راسي، لك اهلين بملك اللانسا. ما بعرف ليش قلبي بحبك. لك القلب على القلب يا جابر، علي ما علي انك احلى زلمة. فركي لها العروس بمعيتها. لك شو يفركة؟ كل يوم بدها فركة، كل يوم بدها فركة. ايه دخيلة عينك، والله شايفة ومالي مصدق، وخاصة من جوا. لعيونك. نعيما. الله ينعم عليك. لك السيارة نظيفة عين الله عليها مثل عروس. شبنا جابر عم تشمشي؟ طلع معنا ولد صغير وعملها تحته. كروع شاي كروع. هي عملت ولد صغير لك على جابر ضد المي، لك بقص ايدي من نصها اذا هي عملت ولد صغير. وهلا منشوف. مرحبا معلم عمان. علي سيد نادر، اشرقت الانوار والله. لك شو استك انت، شو استك بتضل تارك الشقه ورايح؟ الله يسامحك يا استاذ نادر، شوفت عينك هاي حامل سبيداج، رح تجيب سبيداج وزنك مشان المعجونه. بس انا اللي بعرفه انه عندك خير الله. بعدين اخي انا زلمه مستعجل، الله يسترك لك. والله بيت حماي اكل وراسي. بيت حماك ما تاخذني استاذ نادر، انت عاطيهم وش زياده. أخي الزايدة أخو الناقصة، يعني مثلاً غرفة بدها وشين دهان، لا بيمشي حاله وش واحد ولا بيمشي حاله ثلاث وجوه، لأنه الوش ما بيعلق وثلاث وجوه بيقبقب وبينفخ الدهان يا عمي. لك أنت شو عم تحكي؟ والله ما عم بفهم عليك. لك يا أخي ما اختلفنا على الوش والوشين، بس أنا مستعجل، مستعجل كتير، ومشان هيك عطيتك ثلاث أرباع أجرتك سلف. إيه بدك تطول بالك أستاذ نادر، شايفني أنا ما وقفت، بعدين الصبر مفتاح الفرج. شغلة الدهان بتاخد وقت، يعني مثل ما لك شايف أساس ومعجونة والدهان وشغلة بتوجع الراس. الله يتوب علينا من هالمصلحة يا عمي. يا سيدي الله يعطيك العافية. الله يعافيك. بعدين المرأة والأولاد عم ينقوا فوق راسي يا أخي. أنا مرأة وأولاد؟ مو أنت قلت لي إنه مانك متجوز؟ آه الأولاد، أولاد الجيران. إي والله ما عم يخلوني أعرفنا. يا سيدي الله يعطيك العافية، بس ربي يجبرك، ربي يجبرك. استعجلي بهالشقة. لك أنا مستعجل ومو شوي، كتير. السلام عليكم. عليكم السلام. مستعجل مستعجل مستعجل، عجلة من الشيطان لك عمي. اسمع ايه حبيبتي، حبيبتي لك شو ويني يعني شو ويني؟ ايه عم دور على هالواطي الا ما لاقيه. لك شو بدك ياني ساوي يعني سهى؟ شو بدك ياني ساوي سهى؟ بكرمال الله لا تقلي لي هيك يعني. انتي 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 ايدك بالمي مو مثل ايدي بالنار. خلص سهى خلص. ايه ماشي، بحاكيكي بس اوصل على البيت. ماشي اوكي حبيبتي اوكي، يلا باي باي. شوف ريموزي، ما قلتي لنا لوين مشوارك باذن الله؟ والله ما عم بعرف منين بدي اروح، على مين ولا على شمال. امشي اخي امشي، كرمال النبي امشي وخلص، ما عليك انت امشي. لك شو امشي، وين بيصرفوها هي؟ شو بدي امشي هيك على العمياني؟ اذا ما بتقلي لي وين رايحين انزلي الله مع دواليبي. اخي لا تزيد على قلبي كرمال الغوالي، لا تزيد على قلبي. ما زيد، ليش خير؟ شو صاير معك اختي؟ زوجي زوجي خير؟ شو بو تركني وراح مع وحده ثانيه يا باطي؟ وكل ما واجهه بالحقيقه اقول له شو الناس، لك كل الناس شافوهم مع بعض، كل ما قال له الناس شافوكم بيقول لي لا كذابين مو صحيح. بينكر؟ وانا هلا اي والله يا اخي بينكر، وانا هلا بدي احط على عينه وقول لي ثلاث ايام، ثلاث ايام مثل ما عينك شايفني عم دور عليه بالكافيتريات وبالمطاعم، والا ما الاقي الا ما الاقي هالواطي الحقير. يلا خير. اصلا اصلا اخي انتم كلكم هيك، كل رجال كل رجال ما بتشوا غير بالصرمايه. الله يعزك ويعلي مقدارك يا حاج. والله مو كل رجال، بس لك يا اختي يعني هلا كل اصابيعك مثل بعضه، الباهي مثل السبابة. ايه لا اخي لا مو مثل بعض، بس كلكم هيك جنسكم عاطش. الله يسامحك.
مجروح ما له دواء من آل النسوان سوا في منهن جواهر وفي منهن أواهر وفي منهن يا ساتر للهوى شم الهوى. اكل هوا وامشي انت كمان، يخرب بيتك من حالك. والله ما حق جوزك يعمل فيك اكثر من هيك. شو عم تحكي اخي؟ عم قول شوب شوب، والله شوب. ليكي كيف حاطط البشكير كله مسقسى بالمي. والله مليت من هالشقة. امتى بدك تخلص؟ مليت يا انا مسؤول عن بيت حمام. امتى بدك تخلصني؟ لو مو اخذ ثلاث ارباع اجرتي وصارفها كنت برجع له المصريات وبقول له ما بدي كمل. شو انا مسؤول عنه؟ شو العالم هاي؟ دعمه ما اغلظه. على كل الاحوال بكره بس تربح ورقتي يا نصيب بدي اشتري لهذا البيت بالذات، بدي اشتري. ما في احلى من ارض الديار. لا ارض الديار بلاها، لانه هي بتجيب وسخ وغبره ويمكن يكون فيها جرادين. يا عليم الله اذا شفت جرده لا استخو بيجي اضطرب لك. اختي ما له حظ لا يتعب ولا يشاء. شو اختي؟ والله استوينا. شو صار معك؟ ان شاء الله بيان. لسه هالواطي ما بين. يلا ان شاء الله بتلاقيه هيك وبتعملي له اللازم. شفق قلبك علي يا اخي، ما صدقت عليك. اي والله شفق قلبي عليك انت وعصافير بطني اللي عملوا مظاهره. لكن راح موعد الغداء. ولي على قلبي عليك، اكيد مرتك بتكون ناطرتك. انا اسف يا اخي. متجوز اخي ما؟ اي والله متجوز وحده ومصاحب ثلاثه. يخرب بيتك من حالك. ولك يا واطي يا حقير. لك طولي بالك. لك عم بمزح معك، والله عم بمزح معك. لك عم بشم الورد لنهزه. لك عم بشم الورد لنهزه. الله وكيلك. لك لا لي متجوز ولا لي مصاحب، مالي بكل هالعي انا. حلف بالمصحف. لك بحلف بحلف الله وكيلك، خلينا بجوزك هلا لنشوف ليش هرب. لانه قط ما بيهرب من عرس، يعني بدنا نشوف انه هيك من الباب للطاقه. اكيد انت ظالمتي، مقصره معه بشي. بشو مقصره معه؟ فكري. الله وكيلك يا اخي، شايف هدول؟ شايفهم؟ شايفه. لك والله مشعلت له العشرة شمع. إيه بركي مو عاجبه المناكين. ليش لحتى ما يعجبه؟ اصلا هي موضة العصر، وبعدين هو على طول بيقول لي كثير حلوين. هي شو بتحط مناكين؟ مين هي؟ صاحبته. يخرب بيتك من حالك، امشي امشي. هو شو اسمه؟ فريد. من اسمه مبين. جوزة فريد قاعد هو وصاحبته محروق قلبه، جيبوا للأطفائية. خلاص خلاص خلاص. كافيتريات مطاعم سناكات إيمال إيمال.